مرحبا، نشرة أخبار ألمانيا. يريد وزير العمل الاتحادي هوبيرتوس هايل بحسب خطة يعمل عليها دمج مئات الآلاف من اللاجئين في العمل بسرعة أكبر، حيث أعلن الوزير وهو سياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD أن التركيز يجب أن ينصب على توظيف اللاجئين بسرعة في الوظائف. وبحسب الوزير يوجد حوالي 400,000 شخص يستفيدون حاليا من إعانة المواطن، واكتسبوا بالفعل مهارات لغوية، يعني في 400 لاجئ مسجلين بالجوب سنتر عم ياخذوا مساعدات اجتماعية وتعلموا اللغة الألمانية، وبالتالي لازم يشتغلوا بشكل أسرع. والفكرة تحديدا أن الوزير يريد جلب هؤلاء الأشخاص من دورات الاندماج من المدرسة إلى العمل بسرعة أكبر، يعني من المدرسة للشغل، وسيتم وضع هذه المهمة في أيدي مجلس إدارة وكالة التوظيف الاتحادية التي ستقوم حتى بالاستفسار من البلديات عما إذا كان هناك ما يكفي من أماكن لرعاية الأطفال من أجل تشغيل الأمهات أيضا، يعني بدهم يحاولوا يلاقوا أماكن رعاية أكثر للأطفال مشان الأمهات كمان يضغطوا عليهم يروحوا يشتغلوا. ومن ناحية أخرى طالب الوزير اللاجئين بالتعاون وقبول عروض العمل، فإذا لم يكن هناك تعاون فمن الممكن أن يتم تخفيض المساعدات الاجتماعية. مطلوب من اللاجئين التعاون، واللي ما بيتعاون راح ينقصوله من المعونات. طبعا هذا الكلام يشمل جميع اللاجئين حتى اللاجئين الأوكرانيين التي تبلغ نسبة التوظيف لديهم حوالي 19%، يعني 19% نسبة التوظيف عند الأوكرانيين. ننتقل لخبر آخر. لليلة الثانية على التوالي اندلعت الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في برلين، وتحديدا بحي نويكيرن. وقالت متحدثة باسم الشرطة صباح اليوم الخميس إن 65 عنصرا من أفراد الشرطة أصيبوا في الاشتباكات العنيفة، وتم اعتقال 174 شخصا خلال الاحتجاجات، وفتح 65 تحقيقا، واضطرت الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه لتفريق وقفة احتجاجية محظورة. وبحسب المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام ألمانية رسمية، فقد تم إشعال النار في حاويات القمامة والإطارات، وتم إطلاق الألعاب النارية ورشق قوات الشرطة بالحجارة والزجاجات والعبوات الحارقة، مما أدى لإصابة المارة أيضا. وبحسب الشرطة احترقت عدة سيارات وشاحنة في منطقة سكنية، كما اشتعلت النيران في شجرة. وتحدثت وسائل إعلام ألمانية غير رسمية عن تحويل حي نويكيرن في برلين إلى غزة جديدة بسبب أعمال الشغب العنيفة. في بعض وسائل الإعلام الألمانية الأخرى غير الرسمية نشرت أيضا أنه يعني حي نويكيرن في برلين تحول لغزة تانية هون بألمانيا بسبب أعمال الشغب اللي عم بيقوم فيها البعض. ننتقل لخبر آخر. بعد القيام باختبار 24 نوعا من أنواع الشاي الأسود الرخيصة والغالية من المتاجر الشهيرة بألمانيا، تبين أن معظمها يحتوي على كوكتيل من بقايا المبيدات الحشرية. طبعا جربوا بالمخبر، فحصوا هون بالمخبر بألمانيا 24 نوع شاي من عدة متاجر بألمانيا، في منا الغالي وفي منا الرخيص، فتبين معهم انه فيها بقايا من المبيدات الحشرية بمعظم يعني انواع الشاي اللي جربوها او حتى كلهم، يعني البعض منها شديد الخطورة ويتجاوز الحد القانوني المسموح به في الاتحاد الاوروبي، فوجب التحذير. يعني بعض هالمبيدات الحشرية اللي اكتشفوها بالشاي البقايا كانت يعني شديدة الخطورة، وحتى في منها ممنوع هون بالاتحاد الأوروبي، وتجاوزت يعني القيم المسموح بها وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي، فكثير مهم انكم تنتبهوا من نوع الشاي اللي عم تشربوه. إذا مهتمين بهذا الموضوع ممكن يعني ضمن السلسلة اللي بدأنا فيها نتحدث شوي عن أمور التغذية والمعلومات العامة البسيطة، يعني إذا مهتمين أنه أعمل لكم فيديو بأنواع الشاي الجيدة هون بألمانيا، طبعا مو بس الشاي الأسود حتى أنواع الشاي الأخرى، إذا كنتم مهتمين بهالنوع من الفيديوهات فاكتبوا لي رأيكم بالتعليقات أسفل الفيديو. ننتقل لخبر آخر. في بيان حكومي أكد المستشار الاتحادي أولاف شولتز مجددا تضامن ألمانيا مع إسرائيل، وقال شولتز إنه في أكبر أزمة يشهدها الشرق الأوسط منذ عقود، فإن مكان ألمانيا يقف بقوة إلى جانب إسرائيل.
ومع ذلك لا ينبغي للصراع أن يتصاعد أكثر، على سبيل المثال مع دخول ميليشيا حزب الله الشيعية في لبنان أو إيران الحرب. يعني شولتس عم بيقول هذا كلامه طبعا، وانا عم بنقل لكم اياه، يعني مثل ما بتعرفوا بنقل لكم ما يدور بوسائل الاعلام الالمانيه بحياديه مطلقه، بدون راي شخصي، بدون تجميل، بدون اعاده صياغه لمحتوى الخبر الاصلي. شولتس عم بيقول مستشار المانيا انه دخول ميليشيا حزب الله الشيعيه في لبنان او ايران الحرب راح يؤدي لتصعيد اكبر بالحرب، لهيك يعني نحن ضد انه تتوسع رقعه الحرب. شولتس اشتغل على منع اتساع رقعه الحرب في الشرق الاوسط، هذا كان يعني سبب الزيارة الرئيسي لإسرائيل ومصر لاحقا. ودعا شولتس مرة أخرى منظمة حماس الإرهابية إلى إطلاق سراح الرهائن المختطفين من إسرائيل، حيث قال يجب إطلاق سراحهم دون شروط مسبقة. وأكد شولتس أيضا على أهمية المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة الذين هم أيضا ضحايا ورهائن لدى حماس بحسب قوله، هذا كلام المستشار. وتحدث المستشار أيضا لصالح الحد من الهجرة غير الشرعية في أوروبا وألمانيا ولصالح ترحيل اللاجئين المرفوضين بسرعة أكبر، هذا موضوع تاني تحدث عنه كمان في البيان الحكومي اللي ألقاه اليوم المستشار الاتحادي أولاف شولتس في البرلمان الألماني. تحدث كمان لصالح الحد من الهجرة غير الشرعية في أوروبا وألمانيا ولصالح ترحيل اللاجئين المرفوضين بسرعة أكبر. ننتقل لخبر آخر، انطلقت وزيرة الخارجية الاتحادية الألمانية أنالينا بيابوك في جولة أخرى إلى الأردن بسبب الأزمة في الشرق الأوسط، بسبب الصراع في الشرق الأوسط. وقالت بيابوك قبل مغادرتها إلى الأردن إن المعركة هي ضد حماس وليس ضد السكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون بشدة، وستقوم لاحقا بزيارة إسرائيل ولبنان أيضا. وعينت بيابوك مبعوثا خاصا لقضايا المساعدات الإنسانية لتنسيق الدعم للشعب في قطاع غزة. كما توجه اليوم وزير الدفاع الألماني بوغيس بيستوريوس إلى لبنان اليوم الخميس، طلع الوزير على لبنان لزيارة جنود ألمان يعملون في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث نشرت بيلين من نحو 140 جنديا على متن سفينة حربية قبالة الساحل اللبناني. ننتقل لخبر آخر، وفقا لتقرير إعلامي يفكر إيلون ماسك في حجب منصة إكس المعروفة سابقا بمنصة تويتر في الاتحاد الأوروبي، وسبب في ذلك هو قواعد الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة لخدمات الإنترنت والتي تهدف إلى الحد من نشر المعلومات الخاطئة، حيث كانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد طالبت في السابق ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك بتوضيحات بشأن موجة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على منصة إكس، منصة إكس اللي اشتراها. طبعا هو اشترى منصة تويتر وغير اسمها سماها إكس، وحاليا هو يعني على أساس عم يسمح بمزيد من حريات الرأي على المنصة، ولكن في خطاب كراهية عم ينتشر على منصة إكس، خطاب كراهية، معلومات يعني مضللة وفي عنصرية، في تعليقات عنصرية. فالاتحاد الأوروبي طالبوا بتوضيحات بشأن هالخطاب اللي عم ينتشر، خطاب الكراهية اللي عم ينتشر على المنصة بالإضافة للمعلومات المغلوطة، ولكن إيلون ماسك ما رد بشكل رسمي حتى الآن على الاتحاد الأوروبي. والمعلومات اللي عم تتسرب عم بتقول إنه هو عم بيفكر بحجب المنصة، منصة إكس اللي هي منصة تويتر سابقا، عن جميع المستخدمين في الاتحاد الأوروبي. ننتقل لخبرنا الأخير بفيديو اليوم، بعد أعمال العنف التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط دعا الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير إلى التزام واضح من جانب الجمعيات الإسلامية في ألمانيا بأن تنأى بنفسها بوضوح عن إرهاب حماس. يعني عم يطالب كل الجمعيات الإسلامية بألمانيا بموقف واضح يدين حماس. وقال شتاينماير أن الحياة اليهودية تستحق الحماية بسبب التاريخ، بتعرفوا الألمان حرقوا 6 ملايين يهودي في الحرب العالمية الثانية، يعني الهولوكوست، حرقوا 6 ملايين يهودي في تاريخ أسود جدا للألمان وخاصة فيما يتعلق باليهود. لهيك كمان الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير عم يطالب الجمعيات الإسلامية بموقف واضح يدين حماس الإرهابية. هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، كان معكم إلهام بوزان، حطيتكم بصورة أهم الأخبار الواردة اليوم في وسائل الإعلام الألمانية بحيادية كاملة كما وردت، بدون تعديل، بدون تجميل، بدون أي إعادة صياغة لمحتوى الخبر الأصلي. كان معكم إلهام بوزان، تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.